فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجمع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم ذو الجلال والإكرام من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم مرتين في سورة الرحمن ماذا يعني ذو الجلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فهذا الاسم الكريم مركب من وصفين الجلال والإكرام وذو بمعنى يعني صاحب ومعنى ذو الجلال الجليل م. وذو الإكرام الكريم ولكن هنا عبر عنهما بالمصدر يعني أحيانا مثلا أصف الإنسان بأنه عدل م. فعدل هذه مصدر ليست عادل مم. وهي يعني فيها خلفية لغوية بسيطة يعني فالله سبحانه وتعالى يعني حينما نقول إنه الجليل فنقصد إنه صيغة فعيل زي اللي تحدثنا عنها بأنه صاحب الجلال مم. لكن نصفه بالمصدر لأن ذو الجلال وذو الإكرام الجلال والإكرام الاثنين مصدر وليس اي منهما اسم فاعل م. فلا يدلان بال... 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 بهذه الصيغه على مثلا اللي ال... هو المتصف بال... يعني او الذي هو جليل بهذه الصيغه وانما المعنى واحد م. لانه احيانا لا تص... يعني تتجاوز التعبير بفعيل الى التعبير بمصدر فتضطر ان تستخدم كلمه ذو م. زي مثلا ذو عدل او ذو مال بدل ما حتقول غني حتقول ذو مال وهكذا فاذا هذا هو يعني ما ورد في سوره الرحمن مرتين آه ومعنى ذو الجلال ذو العظمه وذو السيطره وذو القوه م. وهذا يستلزم ان يكون أن يكون له أمر ونهي نافذين، لأن كل يعني كل عظيم وقوي وذو سلطان لا بد أن يكون له أمر على من غيره ونهي على من غيره، ثم إن هذا الوصف من صفات الجلال اتفقنا أن الـ الـ الأسماء الحسنى فيها صفات جلال، صفات عظمة وجمال صفات وجمال آه. فاللفظ الاول من صفات الجلال وصفات الجلال تستلزم من 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 العباد الخضوع والخوف وانتظار الاوامر والابتعاد عن النواهي ولذلك من حقه حين يوصف بانه ذو جلال اي ذو عظمه وذو سلطان وذو قهر على العباد ان يكون له امر ونهي فطبعا فسرت بهذا المعنى وهي من صفات الجلال. اما الاكرام يعني نتحدث عنها حتكون من صفات الجمال. ومعنى هذا الاسم المركب انه يتضمن الاشاره الى او يستبطن صفات الجلال مع صفات الجمال وهما مجموع الاسماء الحسنى. ذو الجلال والاكرام كما ذكرنا ورد في سوره الرحمن مرتين. مره ذو الجلال والاكرام والاخرى ذي الجلال والاكرام ما الفرق بينهما طيب الفرق يا سيدي باختصار برضو مساله لغويه لابد آه هو ذو اسم معتل الاخر معتل الاخر يعني الاسم اللي اخره الف او واو او, أو ياء بيسموه معتل من يعني الاسماء الخمسه اه, آه يعني لا الاسم مطلقا يعني آه. اذا كان اخره آه الف او واو او, أو ياء اسمها حروف العله اللي يعني ليست مش مش حروف ثابته زي الباء والتاء وال والالف والواو والياء دول حروف ضعيفه اه فاسمها حروف العله والاسم اللي يجي فيه يسموه معتل مم. ممكن يجي في الاول يقول معتل الاول فيجي في, في الوسط يقول معتل الوسط ذو ده معتل الاخر في في الواو مثلا مم. اعرابه ايه ده اعرابه يعني لو كان كلمه زي محمد إعرابها بالضمه محمد بالـ بالـ بالفتحة محمدا كمنصوبة منصوبة <applause> بالمجرور محمد طيب بدون نعمل فيها ايه؟ دي لاصقة فيها في اخرها اخرها حرف علة والحرف العلة ده ما بيظهرش عليه ما يقبلش تشكيل. ده معلول لو حطيت عليه شكله يموت آه. فطبعا بنضطر ان احنا ايه؟ آه او اللغويين يعني او اللغه العربيه انه ترفع بالواو نجيب لها حرف عله اللي هي الواو آه. تنصب بالالف اه يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام زي هنا مثلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اه يبقى ذو آه. فهو فاعل لفظ الجلاله لا هو صفة لوجه آه. ويبقى وجه ربك ذو, ذو الجلال ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال وصف لوجه آه. وجه هو اللي فاعل فوجه مرفوع لانه فاعل فلازم يجيني ذو مرفوع مرفوع اتفقنا بالو... يرفع بالواو آه الثانية اللي هي تبارك اسم ربك ذي الجلال اسم ربك ربك هنا مجروره اه على ايه بقى؟ لا على ربك لا على ربك مضاف اليه لا لا مضاف ومضاف اليه اسم آه. مضاف وربك مضاف اليه رب فهنا مجروره مجروره يعني اللفظ لفظ الرب مجرور بال بال بالاضافه اه فلا بد ان تكون الصفة اللي هو ذوده لا بد ان يكون مجرورا مثله يعني يجرب الياء وَعَذَلِكَ جاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يقول الله تعالى في سورة الإسراء ولقد كَرَّمْنَا بني آدم كيف يكرم الله عباده؟ طبعا واضح أن بني آدم كرموا أولا بالعقل الذي هو سبب لمعرفة الله سبحانه وتعالى والتي هي سبب للسعادة في الدنيا والآخرة م. وطبعا لولا العقل لكان الانسان يعني مثله مثل غيره، ولذلك الايه آه كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر آه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واضح هنا التفضيل وهو العقل لان فعلا العقل هو مناط التكليف مناط الثواب والعقاب في الاسلام. مناط يعني الحقوق والواجبات مم. فهذا هو معنى التكريم للعباد والله سبحانه وتعالى ذو الإكرام بأكثر من ذلك لأنه يكرم عباده في الدنيا وفي الآخرة أولا فيكرمهم في, في الدنيا طبعا بالألطاف وبالإنعام وبالنعم إلى آخره طبعا يكرمهم في الآخرة ب دخولهم الجنة وقالوا بزحزحة العبد عن النار فالإكرام واضح أنه يعني في, في بني آدم بالعقل وأيضا إكرامه وكمان قالوا أنه إكرام الأولياء أو أولياءه باللطائف وبالبشرة على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة فطبعا ده, ده إكرام هذا نوع من الاكرام ما الفرق يا مولانا بين ذو الجلال والجليل وذو الاكرام والكريم نعم كما قلنا الجلال مصدر جل يجل جلالا. م. وكذلك الاكرام اكرم يكرم اكراما. وقالوا ان المصدر هو ما ياتي ثالثا في تصريف الافعال. يعني مثلا يضرب ضرب او ضرب يضرب ضربا. م. سمع يسمع سمعا. قرا يقرا قراءه. اي فعل او اي كلمه تصرفها تجيب الماضي المضارع ثم الثالث ياتي المصدر. فجل يجل اجلالا واكرم يكرم اكراما فهي مصادر الاثنين مصدرين ده من ناحيه اللغه اما جليل فهو صيغه مبالغه فعيل. لا صيغه مبالغه ولكن بمعنى اسم الفاعل وهو الذي يحدث منه الاجلال يعني جليل بمعنى صاحب اجلال آه معنى ك يعني اكرام وكريم ايضا نفس الشيء حين تقول كريم فكريم بمعنى فاعل الكرم لكن هنا قال بعض العلماء او يعني انقسموا فمنهم قال ان ذو الاكرام بمعنى انه ممكن تفسره بمعنى اسم فاعل يعني الذي يكرم عباده او باسم مفعول الذي يستحق الاكرام من عباده اذا ذو الجلال والاكرام هو اسم من أسماء الله الحسنى، اسم شامل يجمع بين صفات الجلال وصفات الجمال من أسماء الله، كيف يجب أن يتمثل في سلوكنا وفي أفعالنا اليومية؟ نعم هو هذا الاسم الكريم فعلا ذو دلالات وذو إيحاءات عميقة جدا. بما يتضمنه من صفات الجلال وصفات الجمال، صفات الجلال توجب في المؤمن الخوف. طبعا انت امام يعني هيبه وعظمه هيبه وعظمه وسلطان ما بعده سلطان ولا يعلوه سلطان م. فهذا الاسم يقتضي او يتطلب ان يكون العبد دائما خائفا من وطبعا الخوف هنا آه يعني آه قسمين في ناس يخافون من السابقه ودور الخواص يعني ما بيهمهوش اللي جاي انما يا ترى انا كتب ايه سابقا يعني قلق من مما سبق من أعماله مما سبق اه مما سبق و... واحنا طبعا كلنا نخاف من ما سيلحق يعني من ال... من, من, الحساب. ال... من الحساب من العاقبه فسواء كان الخوف من كذا وكذا يجب الخوف هنا اما الاكرام فهو من صفات الجمال مم. وصفات الجمال تبعث في العبد الرجاء فاو من لوازمها او يعني من ما يلائمها هو رجاء العبد لكن قالوا أن العبد يعني يجب أن يقدم الخوف في حالات الشباب حالات الصحة حالات الغنى لأن لو يعني لو أن ما فيش صفة الخوف مع هذه النعم قد يطغى قد ينسى إنما الخوف هو الذي يجعله دائما حريصا ومنتبها ويعني يتفادى كل مزالق بس نخاف حين نمرض لا بالعكس يخاف من الله سبحانه وتعالى هل استعمل المال في حقه هل استعمل الصحة في حقها لكن إذا مرض وخاصة مرض الموت قالوا هنا يقدم الرجاء على, على, على حتى لا يقنض ولا يأس من رحمة الله هذا هو يعني وحي هذا الاسم الكريم بذو الجلال يعني مما يجب الخوف منه وذو الإكرام مما يجب العشم والرجاء فيه أنا أعتقد يا مولانا من الحلقات السابقة أن أسماء الله الحسنى تصلح منهج حياة للعبد المسلم للإنسان آه. بصفة آه. عامة نعم. نعم نعم يعني حياة الإنسان معطرة بهذه الأسماء لو لم توجد هذه الأسماء لما عرفنا الله سبحانه وتعالى ولكانت الحياة بالنسبة للعقلاء جحيما لا يطاق فعلا لا تجد فيه العفو ولا المغفره ولا الصفح ولا يعني صفات الجمال ولا صف وحلو حتى صفات الجلال عشان تفرملك وقت اللزوم الانسان يعيش يعني همل في هذا الكون يعني احصينا العديد من الاسماء الحسنى في هذه الحلقات واحصينا هنا بمعنى ادركنا وفهمنا ووعينا شكرا جزيلا لكم فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين اشكركم جزيل الشكر على هذه المعلومات الوفيره والثمينه والقيمه احبائنا الكرام الى ان نلتقي مجددا مع الامام الطيب نترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته